session of the Human Rights Council will be another session without any kind of action about this, the human rights situation in Bahrain. مع قرب حلول موعد المراجعة الدورية الثالثة والشاملة لسجل البحرين الحقوقي أوائل شهر مايو المقبل، عقد التحالف الحقوقي البحريني ندوة موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته 34 في جنيف. سلط التحالف خلالها الضوء على مدى تنفيذ البحرين للتوصيات التي صدرت عن المراجعة الدورية الشاملة التي جرت قبل 5 أعوام. المتحدثون في الندوة أكدوا على فشل البحرين الذريع في تنفيذ تلك التوصيات، بل وأكدوا على التدهور المتسارع في حالة حقوق الإنسان في البلاد. Bahrain has accepted most of the recommendations that have been made to the government during the last UPR. Unfortunately, what we saw is that none of the recommendations has been implemented by Bahrain, even on the so-called areas like women's rights and so on. What we saw actually is step back taken by the governments on all the key issues, especially freedom of expression, freedom of assembly, and of course civil society space. هذا التدهور أرجعه حقوقيون إلى شراء النظام الخليفي لصمت بعض الدول المؤثرة وفي مقدمتها بريطانيا. Britain is now currently providing a training to the very same military judge who sentenced me and sentenced hundreds of individuals to provide them with assistance to investigate into the war crimes which are committed in Yemen. So they are putting their full faith into the very same abusers, and this is the problem. لكن هذا الصمت الدولي إزاء جرائم النظام الحاكم في البحرين لم يفاجئ البحرانيين الذين لا يعولون على هذه المؤسسات المسيسة لتحقيق أهدافهم المشروعة. نستمد الصمود من الشعب البحريني نفسه، لا نستمد الصمود إحنا من الدبلوماسيين أو الدول الكبرى أو هاي ما نستمد. إحنا نوصل الرسالة البحرينيين، ولكن نستمد الصمود من البحرينيين ونقول للشعب لا تعول على الغرب، بما أن آل خليفة هذين المجرمين الساقطين بما أنهم يسمحون لهم يدشون في أروقة الأمم المتحدة، معناتها ما نترقب منهم الخير هؤلاء. حراك حقوقي آخر في المحافل الدولية يلقي الحجة على الدول الداعمة للنظام ويكشف زيف ادعاءاتها بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن القيم الديمقراطية. المتحدثون في ندوة هاب اليوم أكدوا على فشل النظام الحاكم في البحرين في تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي صدرت قبل 5 أعوام، لكنهم حملوا المجتمع الدولي مسؤولية فشل النظام نظرا لعدم ممارسته ضغوط كافية عليه لتنفيذ تلك التوصيات. ساهر عريبي للبحرين اليوم من مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.